بدون تسريب هذه المرة، تحدث المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للصحفي ياسر رزق في أول حوار منشور بعد واقعة الحديث المسرب لصاحب حلم الأوميجا والسيف. السيسي جمع ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ومحمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام في أول حديث انتخابي للصحافة المصرية نشر اليوم بالتزامن في الصحيفتين. الطريف أنه تم إعدام آلاف النسخ من الأهرام بحسب تقارير إعلامية بسبب خطأ مطبعي، حيث كان عنوان الجريدة مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفقر، فأظهره الخطأ كالتالي: مشروع للسيسي لمحاربة الفكر. على الجانب الآخر، واصل المرشح المنافس حمدين صباحي تخبطه بشأن اعتصام رابعة، فبعد إقراره بأن ما جرى ليس مجزرة وأن الفض كان قرارا صحيحا، عاد ليخفف وقع تصريحاته مؤكدا أن ما جرى لا يمكن وصفه بكلمة محددة. بين حوار السيسي وتصريحات حمدين يدور حديث الصباح والمساء فيما يسمى الانتخابات الرئاسية. في خضم الحملات الدعائية للمرشحين الرئاسيين في الانتخابات، يخرج كلاهما على الجمهور بتصريحات في مجالات شتى كل يوم، لكن من دون برامج انتخابية واضحة بحسب ما يراه مراقبون. لكن هناك مرشح لا يلتقي بأنصاره ويكتفي فقط بالوصول إليهم عبر الشاشات ووسائل الإعلام، حيث يستطيع بعض الصحفيين والإعلاميين دون غيرهم الوصول إليه وسط حراسته المشددة. ذلك هو المشير عبد الفتاح السيسي. الجمعة نشرت صحيفة الأهرام وأخبار اليوم بشكل متزامن حوارا مشتركا ومطولا مع المشير، حوارات جاءت بنفس الطريقة الترويجية المعهودة للصحف القومية، حيث سعى السيسي خلالها على التأكيد بأن لديه برنامجا انتخابيا يركز على محاربة الفقر وتحقيق التنمية. وفي طول الحوارات وعرضها يجد القارئ كلاما عاما عن وعود بتحقيق غد أفضل ونمو اقتصادي كبير، لكنه لا يجد حديثا وافيا عن الديمقراطية أو ذكرا لحقوق الإنسان. على الجانب الآخر، انطلق المرشح الآخر حمدين صباحي في الفضائيات ووسط مؤيديه من الشباب مؤكدا أنه سيلغي نظام الخصخصة ويبني نظاما اقتصاديا يرتكز على عمل مشروعات صناعية جديدة لدعم الشباب. وفيما يتعلق بالجوانب السياسية، أكد صباحي أنه حال فوزه بالرئاسة سيواجه جماعة الإخوان المسلمين بفكرة تدحض أفكارهم وليس بالجانب الأمني فقط. أنا أواجههم بفكرة تدحض فكرتهم، بمشروع اجتماعي ينتصر للفقراء فيسحب الأرضية منهم في أنهم ينتشروا في أوساط الجماهير. أما فيما يخص الجوانب الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان، فقد انتقص نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حمدين صباحي بسبب ردوده حول مجزرة رابعة العدوية واعتباره قرار الفض بأنه كان قرارا صائبا، ثم تحميله المسؤولية للإخوان المسلمين والقوات التي قامت بالفض. أنا رأيي كان واضح ولازال، فض رابعة هو القرار الصحيح. حمدين لم يشأ أن يلقي بالمسؤولية فيما حدث في رابعة والنهضة على عاتق منافسه قائد انقلاب الثالث من يوليو، إلا أنه أكد مرارا وتكرارا أن فوز السيسي بالرئاسة سيكرس الفكرة بأن الثالث من يوليو كان انقلابا عسكريا. لا، هو فوز السيسي بالانتخابات من المؤكد أنه مصلحة الإخوان. يعني أنا سعيد أن احنا وصلنا ترويج دي. ترويج رقم واحد، ترويج للكذبة ان ده انقلاب. طب وهي فرقت ايه دلوقتي عن قبل كده يعني؟ لا، ما هو الكذبة دي هيتقضى عليها لو رئيس مدني. لو انت جيت الكذبة دي بقى لا لا لن تقوم لها قائمة. انا 25 يناير. وحول تصريحات كلا المرشحين السيسي وصباحي وبرامج وأفكار كل منهما يدور الحديث في هذه الفقرة من مصر الليلة. ورحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي سليم عزوز ومحمود إبراهيم الخبير في شؤون الحملات الانتخابية والاستراتيجية.
كما سينضم إلينا عبر الهاتف السيدة ميرفت موسى مؤسس حملة شغل مخك الداعمة لانتخاب السيسي، وسينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ دكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أبدأ بالكاتب الصحفي سليم عزوز. أستاذ سليم، هل المرشحان على طرفي نقيض بالفعل؟ لا تستطيع أن تقول أنهم على طرفي نقيض. ربما حمدين صباحي حقيقة ينتمي إلى المعارضة المصرية في عهد حسني مبارك، كان بينه وبين نظام مبارك شد وجذب، اتفاقات وخصومات، كان في ثورة 25 يناير، لكن جمع الفريقين حقيقة، الفريق السيسي وحمدين صباحي، جمعتهم انقلاب 30 يونيو. المشكلة هنا أن ربما حمدين صباحي رأى أو اعتقد أو ظن في لحظة من اللحظات أن الذي قام بالانقلاب يمكن أن يسلم له الرئاسة تحت زعم أنه ليس انقلابا وأنه لابد من رئيس مدني يحكم وما إلى ذلك. التسريبات التي أو الحديث الذي جرى من بعض النشطاء في حركة التمرد قالوا صراحة أنهم عندما قال لهم السيسي في قبيل الانقلاب مباشرة أن هذا أنه ليس لديه رغبة في عملية الترشح، وكان حاضرا لهذا اللقاء الدكتور البردعي وسأل هؤلاء الشباب الذين هم في الأصل منتمين للتيار الشعبي الذي أسسه حمدين صباحي من الذي تختارون يعني للمرحلة القادمة أو في الرئاسة أو ما إلى ذلك عبر الانتخابات، قالوا حمدين صباحي، فأمن على كلامهم. ربما ظن حمدين صباحي في لحظة من اللحظات أن السيسي يمكن أن يكون قد قام بانقلاب من أجل أن يسلمه السلطة. الآن هو يستشعر أن هناك أن هذا الكلام ليس صحيحا وأن الكلام القواعد التي تحكم السفينة وهي راسية على البر تختلف عن تلك القواعد التي تحكمها إذا سبحت في الماء. عندما سبحت في الماء تبين أن لدى السيسي منامات وأحلام وأنه حلم قبل ذلك بأنه سيكون رئيسا لمصر وأنه يريد أن يحقق هذه الأحلام وتلك الرؤى. طيب أستاذ محمود، يعني هناك من يرى أن هذه الانتخابات الرئاسية بطرفيها السيسي وصباحي ما هي إلا مهزلة ومسرحية هزلية، وأن هما الاثنين يعتبروا وجه لهذا الانقلاب العسكري، يا إما أن يحكم مباشرة باسم السيسي أو يحكم من وراء ستار مدني وهو صباحي. اللي مازال بيتكلم عن انقلاب عسكري ده بره الموضوع أصلا، ده يعني ده بره النقاش العام في مصر الآن أو كده. قد يكون هناك بعض فلول نظام المعزول محمد مرسي ما زالوا بيحاولوا يعملوا شوية مظاهرات يقولوا بعض الكلام يرددوا الانقلاب بتاعه، لكن دي مسألة أعتقد أنها منتهية. ولكن حمدين صباحي و السيسي يمثلون تحالف 30 يونيو بشقيه، الشق الأول اللي هو المجموعة اللي نزلت في 25 يناير الحقيقية اللي نزلت في 25 يناير مش اللي ركبتها بعد كده واستفادت منها، فحمدين صباحي يمثل هذا وعبد الفتاح السيسي يمثل الدولة المصرية ورجل دولة مصري له تاريخ في الدولة المصرية كقائد للجيش وخلافه وخلافه. فهنا بقى التحالف ده هو اللي نزل في 30 يونيو ضد الجماعة الدينية، ده تحالف وطني في النهاية، مشروعه هو مشروع الدولة المصرية حتى لو بشقها المدني اللي هو فيه ثوري اللي كان في 25 يناير أو يعني ما يطلق عليه كذلك، وشقها الدولاتي عايزين نقول ايه النقي فيما يمثله عبد الفتاح السيسي. ولا يجب ان نغفل انه 25 يناير منذ 25 يناير وحتى 30 يونيو هناك اخفاقات كبيره جدا لكل التيارات المصريه ادت الى ان الشارع المصري او الناخب المصري سيعود مره اخرى لما يعرف لما يضمن للدوله المصريه في لرجل الدوله المصري اللي اسمه اللي هو حتى في يعني حتى يعني عارف اللي هو ايه بقى اللي هو ايه انا اقول لحضرتك حتى قبلها بسنه مبارك يعني حتى قبلها بسنه هو يعرف نظام مبارك لا يا فندم هو هنا بقى هنا الخلط بين الدوله المصريه ونظام مبارك. نظام مبارك ذهب ولا عودة إلى الوراء، دي مسألة ما فيهاش كلام، ولكن ما سيتبقى هو الدولة المصرية، المشروع الوطني المصري للتحديث والإصلاح. طيب. ربما يرى البعض أن مصر جزء من مشروع في خليفة في اسطنبول أو توظف مصر أو طيب. دول عندهم رؤية هم أحرار فيها، ولكن المشروع الوطني المصري. ينضم إلي الأستاذ دكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. دكتور سيف أهلا بك. يعني باستعراض لموقف المرشحين من ناحية الاختلاف ومن ناحية التشابه، لو توقفنا عند موقف المرشحين من جماعة الإخوان المسلمين، السيسي بيقول لن يكون هناك شيء اسمه جماعة الإخوان المسلمين حال فوزي بالرئاسة، يعني كيف سيخرج بمصر إذن من أزمتها السياسية، وهل يستطيع أن يقصي تيار بحجم الإخوان المسلمين من المشهد السياسي المصري؟ نعم،
أنا فقط أريد أن أعلق على المقولة والفرية والأسطورة التي تتعلق برجل الدولة. هؤلاء الدولتيون الذين يتحدثون عن الدولة لا يعرفون الأصول التي تتعلق بالدولة ووظائفها، ولا يعرفون متى تكون الدولة دولة ومتى تتحول الدولة إلى بلطجي. ومن ثم وجب علينا أن نميز ما بين هذه الدول، لأن الدولة ممكن تبقى قرصان، والدولة ممكن تبقى لص، والدولة ممكن تبقى أشياء كثيرة، والدولة تبقى دولة الفساد العميقة، والدولة ممكن تكون هي أجهزة الثورة المضادة. طيب دكتور سيف، ما هو مفهوم الدولة عند كلا المرشحين، عند السيسي وصباحي، من خلال متابعتك لتصريحاتك؟ أنا أعتقد أنه مفهوم الدولة لدى السيسي هي محاولة للعودة إلى منظومة مبارك، دولة الفساد العميقة وشبكة الاستبداد العتيقة. هل هناك من شواهد يا دكتور سيف؟ أنا طبعا هناك شواهد كثيرة جدا. الشواهد تؤكد هو كان مسؤولا عن المسار الأمني، لأنه كان نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وفعل كل ذلك من قتل وحرق وقنص واعتقالات وإصابات، وكل هذه الأمور التي حدثت في 9 أشهر هو مسؤول عنها مسؤولية مباشرة ويجب أن يحاكم عليها. ومن ثم وجب أن نؤكد على هذا المعنى الذي ولذلك هو لما بيقول أنه ما فيش برنامج، هو عمل البرنامج على الأرض. البرنامج واضح وضوح العيان لكل إنسان. طيب يا دكتور سيف، وماذا عن موقفه الذي أعلنه تجاه الإخوان المسلمين؟ هل يستطيع ذلك وما هي كلفة ذلك؟ أنا أعتقد أنه ليس لأحد أن يتحدث أنه يستطيع أن يستأصل فصيل. هو طبعا بيلزق رؤيته بالنسبة للإخوان، يقول لك الشعب ما عادش بيقبلهم. هذا كلام فارغ لا يمكن إطلاقا قبوله، الدين مؤشرات حقيقية على ذلك. وهنا أنا عاوز أمرين بس. الأمر الأول، أخرج الناس من المعتقلات وخليهم يدخلوا انتخابات برلمانية وهتشوف إيه اللي هيحصل. طيب أرجو لو تبقى معي يا دكتور سيف. لا بس في حاجة مهمة، تفضل. أيضا خلي بين هؤلاء وبين الميادين واعرف حجم هؤلاء الحقيقي، بدلا من أن تقوم بهذه المهزلة الأمنية والمهزلة الانتخابية. الميادين والانتخابات البرلمانية ربما يفصلان يعني تقدير حجم الإخوان المسلمين، وهل يستطيع السيسي فعلا القضاء عليها كجماعة أم لا؟ أستاذ سليم عزوز، يعني في موقف المرشحين الاثنين تجاه الإخوان المسلمين، السيسي بيقول ما فيش حاجة اسمها جماعة إخوان مسلمين لو مسكت الرئاسة، صباحي يعني ولو أنه هو يعني وقف في أولا مع فض اعتصام رابعة بهذه الطريقة، لكنه صدر كذلك وقال أنه كان المفروض ما يكونش بهذا الإفراط في القوة، لكن قال أنا سأواجه الإخوان المسلمين بالفكر إلى جانب الأمن. يعني اسمح لي بس في نقطة مهمة جدا بخصوص الحديث المتكرر والمتواتر على الذين ركبوا الثورة. يعني أنا باعتباري من الذين شاركوا في هذه الثورة من أول لحظة، أستطيع أن أقول جازما بأن أحدا من قوى الثورة من أول الإخوان المسلمين لغاية 6 إبريل لا أحد في هؤلاء ركب الثورة. الذي ركب الثورة حقيقة هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما جرى تقديمه على أنه حمى الثورة ووقف مع الثورة، ولم يكن هذا صحيحا. الحديث على أن الإخوان ركبوا الثورة هذا حديث هراء من أوله إلى آخره، لأن الإخوان المسلمين كانوا منذ اللحظة الأولى في ميدان التحرير، وكانوا منذ اللحظة الأولى في الميادين، وهم الإخوان المسلمين هم الذين حموا ميدان التحرير يوم موقعة الجمل عندما أرسل الحزب الوطني رجاله ونياقه وكلابه إلى ميدان التحرير. أنا شايف أنه الرؤية ربما تكون يعني هي رؤية في التعامل مع الإخوان المسلمين بين المرشحين، بين واحد في نهاية الأمن له يعني لا تستطيع أن تمنع عنه أو تحجب عنه صفة أنه رجل سياسة وهو حدين صباحي، وبين واحد في الطرف الآخر هو في KG1 سياسة لأنه لم يمارس السياسة قبل ذلك، وهو بحكم منصبه ممنوع عليه أن يمارس
السياسة. هذا رجل يتحدث برؤية أمنية أنه سوف يستأصل وسوف يذبح وسوف يمنع وسوف يقول وسوف يعيد وسوف يلغي الإخوان المسلمين على الخريطة، لكن في النهاية حمدين صباحي ربما قال نفس هذا الكلام في البداية، ثم عدل عنه الآن وبدأ يتحدث على أنه سيواجه الفكرة والمشروع الاجتماعي بمشروع اجتماعي وما إلى ذلك. لكن في نهاية الأمر أنت تتحدث على أنه كما لو كان الإخوان المسلمون يدخلون أول مواجهة لهم مع الأنظمة الموجودة. الإخوان المسلمون في مواجهات طوال الوقت، يعني من قبل 52 ومن بعد 52، ومع كل هذا كل الأنظمة وكل الرؤساء الذين ظنوا في أنفسهم ظن السوء والذين تصوروا أنهم يستطيعوا أن ينهوا على جماعة الإخوان المسلمين انتهوا هم وبقيت جماعة الإخوان المسلمين. وطبعا والكل يشاهدنا ويتابع الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني للمصريين بالخارج، ومتابعة لما يحدث في الخارج للجاليات المصرية والإدلاء بأصواتهم، معنا الصحفي علي زلط من لندن ليصور لنا طبيعة المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للمصريين هناك في لندن. تفضل علي. مرحبا أيمن، مساء الخير عليك وضيوفك ومشاهديك. اليوم الثاني أيضا لم يختلف كثيرا في التصويت عن اليوم الأول. أعداد تتواتر بين 5 إلى 6 أشخاص خلال يعني تتقون كل 5 دقائق إلى 10 دقائق. اليوم كان الملاحظ أنه والتواجد الإخوان المسلمين أو مؤيدين ورافضي الانقلاب العسكري إلى جوار مؤيديه في مشهد يعني ربما لا يحدث في القاهرة ولا يحدث في أي من منطقة في مصر. الشرطة كانت تفصل حينما يحدث بعض المشادات الكلامية بين الطرفين، لكن على أي حال ربما وجد رافضون الانقلاب الشرعي رافضون الانقلاب وأجدوا أنفسهم لأول مرة متاح لهم التضاد. طبعا هذه الخيمة الموجودة في العالم الغربي وهي ربما فرصة لم تكن متاح لهم في مصر. اللافت النظر أيضا اليوم هو حشد الكنسي والذي كان باديا اليوم، كاميرات بعض ترصد بعض القساوسة أثناء تواجدهم للإدلاء بأصواتهم. كان هناك تكثيف في نهاية اليوم العمل، اليوم الجمعة يوم عمل هنا في بريطانيا، من الشخصيات الشهيرة التي أدت أصوات بصوتها اليوم السير مجدي يعقوب جراح القلب الشهير، جاء إلى السفارة وأدلى بصوته أيضا. بخلاف ذلك واضح أن كلا الطرفين يستعدان لغدا وبعد غد، حيث السبت والأحد تعتبر عطلة رسمية هنا. شكرا جزيلا لك الصحفي علي زلط، كنت معنا من لندن ومتابعة لليوم الثاني لإدلاء المصريين في لندن بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. أستاذ محمود إبراهيم شاورت لي كتير وعايز تتكلم، تفضل. أولا بس أنا ليا تعليق على الدكتور سيف عبد الفتاح، يعني وأنا بقول للسادة المشاهدين أنه هذا الرجل هو مستشار للرئيس المعزول محمد مرسي، ودي نوعية التفكير اللي مستشارين مرسي اللي هم غرقوه، فهو لا يعرف الدولة المصرية ولا يعرف أي شيء عن أي حاجة. طيب هو بيتكلم وخلاص. بس أنا بقى عايز أحيي قناة الجزيرة بصراحة. طيب على اختيارها. طيب لا استنى حضرتك، يعني هو المشير السيسي ما كانش مدير المخابرات في نظام مبارك؟ هاجي بس أنا هاجي. هل هذه سبة أن يكون مستشار؟ لا معذرة، مدير مخابرات الدولة المصرية مش مخابرات مبارك، مخابرات الجيش وهو المصري. كان مستشار مخابرات الدولة المصرية. الدكتور سيف الدين عبد الفتاح لا مستشار عند المعزول، خلاص عينه بشخصه، لم يكن له خبرات الدولة. ده دكتور في الجامعة، ده دكتور في الجامعة. انا احدثك بنفس منطقك دفاعا عن ضيفي، لان الجيش المصري مؤسسة من مؤسسات الدولة. ارجوك ان تحترم ضيفي ولا تتحدث بهذا، لانه لم يوجه اليك كلاما بمثل ما وجدته. وانا هذه نوعية المستشارين. الحاجة التانية بقى، قناة الجزيرة حقيقة لطيفة جدا، فحضرتك امبارح تجيب اليمن اللي فيها الجيش اليمني بيصفي القاعدة وفيها 500 مصري وتقول الإقبال ضعيف، والنهاردة في لندن، يعني أنا أحييكم بصراحة على الذكاء، النهاردة في لندن اللي هي يوم جمعة اللي هو الوحيدة اللي عندهم يوم عمل، فمن بكره الويك اند اللي هو المصريين يروحوا يدوا صوتهم. فانا عايز بقى حضرتك تجيب لندن بكره ولندن. طيب بعد بكره اتفضل يا خلاص، والخليج بقى النهارده. الجزيره انا مش فاهم يعني. لا يا فندم انا بقى احنا جبنا اخر انا 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 بشوف انا بسالك انا بوضح الانتقائيه. انت تتجاوز. ايوه يا فندم انا بقول لحضرتك، انا بسالك سؤال، انا بقول لحضرتك انا بسالك سؤال يا فندم. لندن النهارده يوم عمل، حضرتك ما اشرتش ليه انه يوم عمل يا فندم. في انتخابات حضرتك يوم اجازه ما جبتش النهارده، انت عارف ان هو يوم عمل. طيب انا بقول للناس اهو بحضرتك ليه ما اشرتش في التقرير للناس. اذا كنت تقدح في مصداقيه هذه القناه فلماذا تجلسون وتتحدث يا فندم؟ انا بقول حضرتك انتقائيه، انا جاي اوضح، انا جاي يعني انتقائيه خلاص. في انتقائيه حضرتك قلت النهارده لندن، ادخل في الموضوع مباشره لو سمحت. ما انا بقول لحضرتك اهو. طيب نيجي بقى للكلام بتاع السيد عبد الفتاح السيسي فيما يخص رابعه وما الى ذلك. ربما لا يدرك الدكتور سيف عبد الفتاح معنى الدوله ومعنى فرض النظام.
استاذ العلوم حضرتك بتشتغل ايه؟ انا خبير في الحملات الانتخابيه. هو استاذ في العلوم السياسيه اللي بتكلم عنه ده. هو حر يعني، ما هو يعني استاذ، هو استاذ علوم سياسيه. لا استاذ علوم سياسيه شخصنا للموضوع يا فندم، والا ثاني حديثك انت مستشار يا فندم، مستشار للسيد الرئيس. انا تجاوزت على حضرتك، حضرتك جايبه لو سمحت، حضرتك جايبه استاذ علوم سياسيه. ايوه بصفته مستشار لرئيس المعزول ولا؟ طيب اتفضل يا فندم ادخل في الاجابه. ما انا بقول لحضرتك اتفضل. هو الدوله المصريه تعني، وما حدث في ربع هو ما الوظيفه الاساسيه للدوله، وربما الدكتور سيفي عارف هذا، هو فرض النظام وفرض الامن، وبدون امن لن يتحقق لا عدل ولا حريه ولا انتخابات. فاذا كنا هناك من فصيل كان هدد المصريين بالقتل وبان احنا هنحولها سوريا، وطلع واحد في قناه الجزيره قال يرجع الرئيس المعزول، فهنبقى الكلام ده هو كل يوم هتقولوا لنا الكلام ده كل يوم هتقولوا يا فندم. انا بسالك على يا فندم، انا كل يوم بسالك عن، انا حاليا بسالك عن السيسي، طيب. عن السيسي وصباحي وموقفهم من الاخوان المسلمين. ايه دخلنا في المسائل دي؟ ولما نقطعكم بتزعلوا يا فندم. السيد عبد الفتاح السيسي قال انه لا وجود للاخوان في عهدي، ولن يكون هناك وجود للاخوان لو الاخوان، وعندنا انتخابات برلمانيه ما فيهاش اخوان لاول مره من 25 او يمكن 30 سنه، مفيش اخوان مسلمين. الاخوان المسلمين وده صح، وانا اتوقع، انا اتوقع هل هذا مسار ديمقراطي ان تقصي فصيلا؟ هل هذا اذا مارس العنف سيتم اقصاء؟ مارس العنف اذا مارس العنف كما استحقاقات انتخابيه يفوز فيها الاخوان المسلمين، وتقول يا مارس العنف ثم مارسوا العنف، ايه المشكله؟ والذين قتلوا في رابعه. وانا عايز اقول لحضرتك، حضرتك بتعتبر انه اردوغان ديمقراطي، واردوغان هو اكتر واحد حابس الصحفيين وفقا للتقرير اللجنه العالميه. اردوغان شعبه يحكم عليه مش انت اللي تحكم عليه. كويس جدا. والمصريين الشعب يحكم. حضرتك ليه مش مرتضي بالصناديق؟ ما هو اختار حزبه خلاص. ايوه يا فندم انت مرتضي بالصناديق. ايوه طب ما هو الصناديق اختارت مرسي وانقلب عليها، وهو انقلب عليها ادى الى انه. طيب دكتور سيف الدين عبد الفتاح، هل ترد على ما قاله الاستاذ محمود بدون شخصانه للموضوع بعد اذنك؟ تفضل. والله هو لا يستاهل الرد لانه مفلس ودائما يتحدث. طيب يا دكتور سيف، انا ارجو عدم شخصنه في الموضوع لان انا نهيته عن ذلك. التي يتحدث بها هو حافظ وصامم مش فاهم، لانه انا بتكلم عن الدوله والوظيفه. الدوله والوظيفه ده عنصر مهم جدا في معنى الدوله ومفهومها، والامن لا يصادر حريه الناس ولا يصادر العدل فيما بينهم. الدوله لابد وان تكون دوله عادله تقوم على قاعده من الامن الانساني وليس بازهاق روح الانسان. إن كان يفهم فعليه أن يتدبر هذه المعاني. إن كان طيب لا يفهم. يا دكتور، يا دكتور عشان لا نشخصن الموضوع، يعني ويتحدث كالبغبغان السيسي عليه أن يقرأ في مقارنة بين موقفي المرشحين. السيسي تحدث عن أنه المظاهرات هذه ضرر بالأمن القومي وانها بتضر مصلحه البلاد وانها دعوه الى الفوضى، بينما تحدث حمدين صباحي عن انه اول شيء هيعمله لو تولى الرئاسه او نجح في هذه الانتخابات انه سيلغي هذا القانون الخاص بالتظاهر. يا سيدي، السيسي اتى بالمظاهرات، السيسي اتى بالحشود وعد الرؤوس. هو فاكر انه في 30 يونيو ماذا هو فعل بمخابراته الحربيه وماذا فعل بكل أجهزة الدولة التي حركت هؤلاء الخائفين وهؤلاء الغاضبين بشكل معين، واستطاعوا أن يأخذوا الصورة وانشط في هذا الأمر حتى يحدثوا هذه الصورة الزائفة في سهرة 30 يونيو. الأمر المؤكد يا سيدي أنه أتى بالمظاهرات، فلماذا الآن يخاف من المظاهرات؟ افتح الميدان، افتح الميدان وسيرى، افتح ميدان التحرير وسترى. اترك الرئيس مرسي يتحدث في محاكمته ويدافع عن نفسه ولا تحبس صوته، لأن هذا هو الأمر الأساس. إنهم يخافون، إنهم مرعوبون. الرئيس هو الرئيس الشرعي، وهو الرئيس الشرعي لأنه لم يصدر أي قرار ولم يسجل قرار في جريدة الوقائع الرسمية بأنه تنحى أو تنازل أو أقيل. نعم. لأن هذا الأمر لا يمكن إطلاقا، لأنه خارج إطار القانون والدستور. شكرا. وللأسف الشديد هناك رئيس مؤقت هو الذي قام بهذه اللعبة. شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ سليم عزوز، يعني الأستاذ محمود قال أنه لا عودة للنظام السابق، وقال فلول نظام مرسي.
لكن نحن نسأل الآن عن من قامت عليه ثورة يناير اللي هي بداية المعركة، بداية يعني هذا الطريق وهذا المسار، أين نظام مبارك الآن من هذا المشهد؟ نظام مبارك الآن هو الذي هو النظام الموجود في السلطة. حسني مبارك قد أعلن تأييده لعبد الفتاح السيسي، إذا كنت ناسي أفكرك، يعني حسني مبارك أعلن أن عبد الفتاح السيسي وترقيات عبد الفتاح السيسي وتعيين عبد الفتاح السيسي رئيسا للمخابرات الحربية وتشكيل المجلس الأعلى، كل هذا عمل من الأعمال التي قام وأنتجها نظام حسني مبارك. الثورة المضادة التي جرت يوم 3 يوليو وإعلان وزير الدفاع اسقاط رئيسه الذي عينه وزيرا للدفاع، فتح السيسي ما جاش وزيرا للدفاع بالانتخاب الحر المباشر، يعني هذا القرار الذي اصدره عبد الفتاح السيسي هو كان اعلالا للثوره المضاده ومحاوله نجاح الفلول، لان الفلول حقيقه هم فلول 30 يونيو وهم فلول عهد مبارك. هؤلاء هم الفلول، انصار الرئيس محمد مرسي، انصار الشرعيه، انصار اراده الجماهير، ليسوا فلولا ولا يمكن ابدا ان يكونوا فلولا. والذين يتحدثون على ان هناك يعني مجد امرا قائما على الارض، عليهم ان يعلمون ان حسني مبارك ايضا كان قائما على الارض. وانا يوم خرجت، يوم ان خرجت يوم 25 يناير كان متهيألي فكره اسقاط حسني مبارك فكره من المستحيلات، وتخطى حسني مبارك وسيسقط مثله هذا الانقلاب، وسيعود هؤلاء مرة أخرى من جديد يتحدث يطلبون العفو من السلطة القائمة، لكن هذه المرة لن يمنح أحد ولن يكون في مقدور أحد أن يمنح العفو لأحد. طيب. يعني دعني في يعني دعني عايز أصحح نقطة باعتبار رجل صحفي مهتم بفكرة المعلومة وقيمة المعلومة. الدكتور سيف عبد الفتاح ذلك القيمة وذلك القامة لم يكن عندما جرى الانقلاب المسلح على الرئيس محمد مرسي احد مستشاريه، هذا رجل كان قد يعني كان قد استقال مبكرا من 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 منصبه، كان قد استقال مبكرا لكنه الان يقف مع الحق، ورجل باعتباره استاذ للعلوم السياسيه لم يلبس ايمانه بافكاره بظلم، وظل الى الان يناصر الشرعيه ويناصر، ولم يكن مع مرسي طيب. حتى اللحظه الاخيره على النحو الذي يجري تسويقه وترويجه له. كان لابد ويعني كان بد من ذكرها. اشكرك استاذ سليم عزوز. نشوف عمر فياض كيف تواصل معه المشاهدون في هذه القضيه. عمر تفضل. تعليقات كثيره جاءت حول كلا المرشحين. ايمن، نبدا بالتعليقات على فيسبوك لحماده، يقول زي ما قال المثل ما شافهمش هم بيسرقوا شافهم وهم بيتقسموا، هذا هو ما تراه في حواراتهم المعروضه على القنوات التلفزيونيه المصريه. ابو الحكم يقول هؤلاء الصور المتحركه الذين لا يملكون خيار الحركه. أما عن تعليق لستار يقول حمدين بيلعب دور الكومبارس باحترافية ولن يتخطى حدوده، والدليل تصريحه حول مجزرة رابعة وتحميلها للإخوان بيردد كلام السيسي. تعليق لهذا مجاهد يقول أنا لا أضيع وقتي في مسرحية هزلية يغور في 60 سلامة، هكذا يقول مجاهد. تعليقات تويتر، تعليقات تويتر لأحمد عيد يقول هؤلاء لا يسوقون أنفسهم للشعب المصري بل يقدمون قرابين الولاء والطاعة لأمريكا للحفاظ على مصالح الغرب وإسرائيل في مصر. يتحدث هذا المشارك عن تصريحات عبد الفتاح السيسي عن تدخل أمريكا في الحراك في 30/6. محمد يقول تصريحات المرشحين السيسي وحمدين تقول أن الشعب المصري ليس أمامه خيار سوى أن تنتصر الثورة ويعود الرئيس المنتخب ديمقراطيا. مصطفى يقول صباحي المبتسم دائما طلع لنا بكلمتين إنجليزي علشان يضحك علينا، وحملة السيسي اللي هي ما فيش ما يقدرش يقول فيها تصريحات لأنه مش قادر يدينا الاثنين في الآخر طمعانين أو الاثنين في الآخر طمعانين في كرسي الرئاسة. آخر التعليقات لمهيد يقول يقولوا لي يقولوه دي انتخابات بين اثنين أتوا على ظهر دبابة ودماء المصريين، يعني سلطة مختصبة لا ينفعها تصريحات ولا برامج انتخابية. أعتقد المشاهد له وجهة نظر أعمق. شكرا لك. أعمق من مين؟ لا 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 نقصد لا أنت والله يعني المواطن فعلا وصاحب الإبداعات. شكرا لك عمر، كل احترام لكل الضيوف. شكرا لك. بمناسبة المواطن فأنا عندي تعليق برضو على الفيسبوك بيقول أنه أنا أبلغ حضرتك أنه بعض المؤيدين ليا شايفين أنه حضرتك منحاز ضدي، فيعني دي أنا من أنا بشكرهم طبعا على هذا. يعني بس أنا يعني أنا منحاز لضيوفي أيا كان، يعني أول ما بس هنا نفرق. الدكتور معتز حين تحدث أيضا قلت له لا تشخصن الموضوع، حضرتك صممت تكمل فلابد أن
موقفك. احترام الضيوف ليس تحيز، احترام الضيوف هو مبدا مهني. اذا كان هناك من يرى ان الدفاع عن الضيوف خطا أو انا بنتقد وقلت انه مستشار للرئيس المعزول، دي نقد هذا شخصيه عامه. ونكمل بقى المعلومه ان هو استقال في الاتحاديه، قلت انه ما يعرفش حاجه في الموضوع ده. هنخلينا نتكلم في الموضوع بقى، خلينا في صلب الموضوع، وبنتكلم عن موقف المرشحين ايضا في موضوع انه السيسي حين يصرح علانية، الأمريكان عارفين أني صادق ومباشر ووطني ويرون أني من الأنسب أن أكون رئيسا لمصر. هل يعني هذا يعد يعني مدرك لمفهوم السيادة الوطنية حين يعني يوجه هذا الحوار اللي هو العاطفي أيضا إلى أمريكا بهذا الشكل؟ وفي نفس وهل أمريكا تريد لمصر رئيس صادق ووطني فعلا؟ هندخل بقى من ده برضو. أنا عايز أكمل ده بتصريح قاله يهود براك اللي احنا اتناقشنا عنه الأسبوع اللي فات أمام مؤتمر واشنطن. فهو قال أنه السيسي الأفضل لمصر في المرحلة دي، وكمل وقال أنه الأمريكان الإدارة الأمريكية أخطأت حينما دعمت الرئيس، قال كده بالنص، حينما دعمت الرئيس محمد مرسي ودعمت جماعة الإخوان المسلمين. فهنا لا ما دعمتهاش، ده هو قال الرئيس بقى رئيس منتخب. حضرتك وجهة نظرك أنها ما دعمتهاش، إنما هو يهود براك، أنا بنقل عن يهود براك. فيهود براك نقل وقال انه الولايات المتحده دعمت الرئيس مرسي. في كلا الحالتين انا يعني استغرب جدا انه البعض ما زال يتحدث عن علاقه مصر بالولايات المتحده. الولايات المتحده ومصر وعلاقه قويه، الولايات المتحده هي الدوله الاقوى في العالم. لا احد يريد عداء الولايات المتحده الا اذا كنا هنعديها في الاستوديوهات ونروح نستضيف هيلاري كلينتون في توقع على اتفاق وقف العمليات العسكريه. ولكن احنا بنقول، وهنا بقى الفكره الاساسيه اللي لازم الناس تاخد بالها منها، انه راس مال السياسي هو ان يقول ما يفعل. فاحنا لا بنقول امريكا احنا ضدها ولا هنحاربها ولا هنحرر القدس، ولا احنا بنقول الكلمتين اللي احنا عارفينهم يا فندم، انه الولايات المتحده هي اكبر مستورد، هو ما هنحرر القدس بس قال ان الجيش المصري ملك للبلاد العربيه كلها الا فلسطين. شكرا جزيلا لك. اكبر مستورد للسلع يعني، او بمعنى علاقات استراتيجيه بنختلف في بعض الحاجات. شكرا جزيلا لك محمود ابراهيم الخبير في شؤون الحملات الانتخابيه والاستراتيجيه، سليم عزوز الكاتب الصحفي، وشكر موصول للدكتور سيف الدين عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه في جامعه القاهره. لكن العرض في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفصل. من بين 27 محافظة، المنوفية حكمت أم الدنيا 41 عاما واستحوذت على الأجهزة السيادية في الدولة، فما السر في تلك المحافظة؟ وهل تحافظ على موقعها مع الرئيس القادم؟